جلال المقفله سليم ورق اللعب كله في ايده. وماله؟ ده هيبقى احلى لعب. انا شخصيا ما عنديش ورق اخسره، انما هو بقى على الاقل كل لف الدور هيخسر ورقه. يا سليم الموضوع ما فيهوش لفه تانيه، اللعبه خلصانه خلصانه وبصبت خرسانه. حلوه يا رايد حلوه. وانت بقى جاي تنصحني ولا اشتغلت في جمعيه خيريه؟ لا يا سليم، انا شغلت عيني وشفت بيها اللي انت مش قادر تشوفه وانت هنا. ياسمين وفارس اتخطفوا، وخطيب ياسمين في المستشفى، وعيال طلعوا لنا بيقولوا ان احنا ولاد زين، وهاشم بيلعب لعبه كده مش عجباني. عرفت الدنيا مطربقه قد ايه، وهيضيقوها عليك كمان. بتالي بهوقت قوي يا سليم، لو انت بره ما كانش اي حاجه من ده حصلت. لازم تطلع يا سليم، مش عشان مصلحتك انت وبس، لا عشان المصلحه العامه والشغل العالي اللي جاي. الزياره انتهت. يعني ايه؟ يعني ميعاد الزياره خلص يا سليم. هنناقش الخطه امتى؟ خطه يا ابني، انت مش هتكبر على الكلام ده بقى ولا ايه؟ مفيش احسن من خطه اللي على بركه الله. الله الله على احساسك يا جو، على كلامك الجميل. تصدق عجبتني. ممكن بقى سيادتك تشرح لي ايه هي الخطه بالظبط؟ ما انت عارف المداهمه بشكل اساسي بتعتمد على المكان، مخارجه ومداخله زي ايه عمليه بنعملها، بس الفرق ان دول ولاد زين العطار، يعني مكافاه حلوه، ترقيه لذيذه كده. يا ابني بقى، يا ابني ارحمني بقى من الاحلام الدلدعه تحت رجليك دي، ارحمني بقى. احنا اهم حاجه نعمل شغلنا صح، نمسك الناس ديت، نمنع مثلا خسائر اقتصاديه ماديه، اي حاجه بتحصل في البلد. ما انت عارف. الله عليك وعلى كلامك الكبير. عجبتك؟ طبعا. ربنا يخليك. المهم بس بعد الكلمتين الحلوين دول، بعد العمليه هتعزمني على سندوتشات كبده من عند الراجل الغريب اللي انت اكلتني من عنده ده؟ يا الانسان وطمعه. بكره ان شاء الله يا حبيبي هعزمك على اللي انت عايزه، على اجدع سندوتشات كبده وبائيه في البلد. بس الكلام ده بقى اذا اللي هو محسن ما اداناش جزا على التاخير، قول امين. امين. يلا بينا. سليمان من اخر دفعه رجاله من اللي اتخرجوا عندنا من الدار. راجل بصحيح، هو اللي ماسك الشباب، وابوك الله يرحمه هو اللي مربيه على ايديه. نورت بيت ابوك زين. البيت منور باهله. العملية دي مهمة وكبيرة، يعني مفيش أي مجال للغلط. بعد استلام الشحنة احنا هنتقسم لخطين، خط على العربيات اللي عليه السلاح، دي هتطلع المخزن، حربي هيبقى مستني هناك. الخط التاني ده في عربيات الطوب اللي هركبها أنا وسليمان. لو اللي في دماغي صح يبقى العربيات اللي هتتسلم هي عربيات الطوب، هي اللي أنا فيها. عشان كده عربيات الطوب دي ما ينفعش يكون فيها أي سلاح غير سلاح شخصي ومرخص. هتخلي غزال ورجالته يأمنوا المخازن وياخد معاه شباب من بتوع الدار، باقي شباب الدار هيبقوا معايا أنا. الكلام اللي أنا بقوله لكم دلوقتي ده محدش يرغي فيه نهائي، اعتبروه أمر. لو اتسلمنا يبقى الكلام طلع من حد منا، وساعتها أنا مش هسيبه، أنا هحاسبه وهحاسبه زي أبويا. اتكلنا على الله. فك الكلام يا ابني واطلع بره. ايه يا ايمن بيه؟
يعني كلبشات والزيارة انتهت. هو في ايه بالظبط؟ في اللي كان مفروض يحصل من الأول يا سليم. أنت مش متهم في قضية سهلة، المعاملة الحنينة ما كانتش تنفع من الأول. وأنت عارف كويس إن الوزارة شد علينا اليومين دول، عايزين الدنيا ترجع ممسوكة صح زي زمان. وأنا مش على استعداد إن أي حد من التفتيش يعدي يلاقي إن متهم عندي بيتعامل معاملة مميزة عن باقي المتهمين. وبناء عليه هيتم نقلك للحجز مع باقي المتهمين. أنا مش على استعداد إن أنا أضر شغلي عشان خاطر أي حد أيا كان مين هو. عاش، أحييك والله يا أيمن بيه. قوم يا زكريا. خير يا أمي. أنا الأول تنفذ وصية أبوك. من النهاردة بقيت كبير العطارين. أبوك الله يرحمه كان بيحضر للحظة دي من يوم أنت متولد. عارف يا زكريا، كتير كنت مظبوطه قاعد بيتكلم معاك وانت طفل صغير مش فاهم أي حاجة، بس الغريبة إنك كنت بتبقى قاعد ساكت ولا بتتشاقى ولا بتلعب وباصص لوانك مفتحة على الآخر كأنك فاهم بيقولك إيه وبتسمع وبتحفظ كل كلمة بيقولها لك. كان دايماً يقول لي أنا خايف على زكريا من الهم اللي حسبه له، بس أنا كنت بطمنه بقول له ما تقلقش زين خلف راجل. ودلوقتي جه اليوم اللي تثبت له فيه إن كلامي كان صح. كان عنده حق، الحمل شديد قوي عليا يا أمي. وانت قدها، أنا متأكدة إنك هتكبر اسم العطارين أكتر ما هو كبير، وهتقدر تلم العيلة حواليك وتملى للبيت ده عيال وأحفاد. هنا في الأوضة دي كل الأوراق والمستندات اللي ليها علاقة بشغل أبوك وبالميراث وبكل كبيرة وصغيرة تخص عيلة العطارين. أبوك كان بيحب يكتب كل حاجة. إن شاء الله لما ترجع بالسلامة عايزك تقرأ كل ورقة هنا وتفهم كل حرف فيها، تعرف اللي لينا واللي علينا. من الأوضة دي هتبقى كبير العطارين زي أبوك بالظبط. مفيش حد زي أبويا يا أمي. تعيلي. ربنا يحفظك ليا. ربنا يحفظك ليا. مالك يا حبيبي؟ زمان وانا صغير لما كنت اعمل مصايب واقع في مشاكل كنت عارف ان انا لما اجري على حضن ابويا هيحلها لي. دلوقتي مفيش ابويا، مفيش غير أنا، وأنا اللي لازم أحل المشاكل لكل الناس.
مفيش حد تاني. هتتحل إن شاء الله. لازم تتحل. عيلة زين العطار لازم ترجع كلها إيد واحدة وملمومة كلها تحت سقف بيت واحد، ما يحتاجوش لحد وما يعوزوش حاجة من حد.